اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا بتوقيت القاهره، معاكم بني ادم اسمه يوسف الحسيني. بالتاكيد مفيش حد مش هينفع يدين اللي حصل في مسجد الروضه في بير العبد في شمال سيناء، تحديدا في محافظه العريش. اللي معاك واللي ضدك لازم هيدينه، كل واحد بيدين بطريقته، كل واحد بيدين طبقا كمان للي هو عايزه من وراء هذه الادانه، وبالتالي بتتوالى ردود الفعل الدوليه والادانات العالميه حول حادث مسجد قريه الروضه بمدينه بير العبد بشمال سيناء. ما اقدم عليه هؤلاء القتله الفجره، واحنا هنا ما بنكفرش حد، مش عشان الازهر قال ما بنكفرش حد، بس ما بنكفرش حد، ومقتنع جدا بالكلام اللي قاله الازهر انه فتح باب التكفير يفتح ابواب جهنم. كل اللي المذيع المواطن طالبه، يا جماعه ما بنقولكوش كفروا فرد ولا كفروا جماعه. احنا هنسأل سؤال منطقي ان كانوا يحبوا يجاوبوا عليه الجماعة في الازهر، هو هذا الفعل يعتبر فعل من افعال الكفر ولا مش من افعال الكفر؟ ومش بنطالبكم تقولوا لنا ايوه هو فعل من افعال الكفر خالص، احنا بنقول لكم يا جماعة بما اوتيتم من علم وما لديكم من ضمير قولوا لنا هو ده فعل من افعال الكفر ولا مش فعل من افعال الكفر؟ بس كده. هجوم على بيت الله، على ركع سجود، قتلهم والإصرار على قتلهم ويستنوهم بره في الشارع وهم بيحاولوا يهربوا ويضربوا بالنار على البيوت المحيطة إلى آخره، إطلاق نار كثيف حتى على سيارات الإسعاف اللي في طريقها إلى المصابين. هنا يتسأل سؤال، هل يدرك العالم أخيرا وحتى المعارضة يا سيدي مدنية كانت أو غير مدنية أنه هذا إرهابا، هذا عمل تاني، عشان برضو المذيع مش قادر يقتنع انه هذا العمل جاي بغرض مذهبي او طائفي وانه اصله بتوع السلفية الجهادية يحاربون حركة او الحركات الصوفية. كل اللي مقتنع بيه المذيع الحقيقة في هذا المشهد انه المشهد اتعمل بهذا الشكل عشان انت تفكر بهذا الشكل، فتقول ايوه ده حرب بقى الظاهر على الصوفيين في مصر. مصر ما فيهاش حرب ما بين السنة والشيعة. لو نتذكر حادث كان حصل ايام محمد مرسي غير المأسوف عليه، موضوع حرق الشيخ حسن شحاتة في قرية من قرى الجيزة ان كنتم تتذكروا. احنا ما عندناش هذا النوع من الصراع، ما عندناش هذا النوع من الاقتتال، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جنبنا مثل هذه الصراعات وانواع المقاتلات. حلو، فالعمل الحادث عاوز يلبسه كده، ارهاب لا جنس له ولا دين ولا ولاء ولا وطن. تاني، ايه اللي فاضل علشان نقدر نتعلم او نفهم انه هذه حرب على الانسانية، حرب على البشرية؟ وللأسف الشديد جبهتها مفتوحة عندنا في ثلاث مدن في سيناء، في العريش، رفح، الشيخ زويد، هذا المثلث الناري اذا صح التعبير بتعبير اللي هو فؤاد علام دائما يستخدمه. فالحقيقة جوانب عديدة يجب ان نتوقف عندها من تحديدا في عملية بير العبد او غيرها حتى من العمليات الاخيرة. حول هذه الامور وتداعياتها أو تداعياتها، ومش المسألة لا تتعلق بالأخذ بالثأر، لا، هي سيناريوهات كيفية إدارة هذا المشهد مستقبليا، سيناريوهات المستقبل هو ده المهم.